ايوه يا محمد، اول فطار في رمضان بره السجن بعد كام سنه؟ 19 سنه. 19 سنه الحمد لله. قاعد ايش هو النهارده؟ يحيي العظام ويا رميم. كنت بتتصل باللي ماسك الملف اللي اسمه يحيى خلف، كنت بتقول له ايه بقى من يومين او من يوم؟ كنت بقول له خلاص يقفلك كده، واحنا محدش عايزنا في الدنيا خالص. واضح ان محدش ايه عايزنا، لا اسلاميين عايزيننا ولا علمانيين عايزيننا ولا الجيش عايزنا، واحنا جاي اهالينا بس اللي عايزيننا. ايوه. وبعدين؟ ولا قبلين الحمد لله رب العالمين. طب ايه يعني دلوقتي جالك الامل ولا ايه؟ الحمد لله جت فجاه من الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. الف الف مبروك. الله يبارك فيك. اسيبك تفطر؟ ماشي. ماشي يا حبيبي. اشرب ميه يا محمد. خلاص لا خلاص. سمير ألف مبروك يا سمير. ألف مبروك. فكرني باسمك. عتواب. عتواب. ازيك يا عتواب يا حبيبي؟ ألف ألف مبروك. يا الفيوم بقى ولا غيرت؟ عتواب. معاكم فين؟ على الفيوم. اه على الفيوم ان شاء الله. على الفيوم ان شاء الله. أحمد علي. أحمد علي. ربنا يبارك فيكم ويوفقكم كده على تعبكم معانا. العربان ايه؟ مش ناسيين خدماتكم. لا يا عم على ايه؟ بارك الله فيك. بارك الله فيك. ألف مبروك شيخ أحمد. ألف ألف مبروك. نور نور. ألف مبروك نور. الفطار ده بتاع رمضان ده من كام سنة ما فطرتش بره؟ من 20 سنة. من 20 سنة ولا حاجة. تفطر إيه؟ كمثرى؟ كمثرى والله خدناها كده. يمين عام. زنجلات. 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 طب ألف مبروك. حضرتك عم يا سعيد. يلا 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 يلا. السلام عليكم. ألف مبروك يا رجالة. يا ابني اسمك معلش؟ أخوك عبد الفتاح. ازيك يا عبد الفتاح؟ ألف مبروك يا عبد الفتاح. الله يرضى عنك. الله يخليك. ألف ألف مبروك. بقالك كم سنة؟ نعم؟ بقالك كم سنة؟ كده 17 و 4 شهور. كنت فضيت يا عبد الفتاح. 235. 235. ألف مبروك. الله يرضى. معك أخوك يحيى خلف. الله يرضى عنك. كيف حالك؟ الله يرضى عنك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. كيف حالك؟ اسم حضرتك؟ ناصر إبراهيم. ازيك يا عم ناصر؟ حالك يا ألف مبروك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ ربك الله. الله يعزك. اللهم لك الحمد. بالك قد ايه؟ 19. 19. عارف مني معاك؟ لا. يحيى خلف. اهلا يا شيخ يحيى. جزاك الله خيرا. امبارح كلمناك وكنا بنطمن على موضوع اللي عملته في المدرسه. جزاك الله خيرا. الحمد لله احنا ما قررنا الاسباب بس والله. ربنا يجعلها في ميزانك والله. والله صحيح يعني الجهد اللي انا بتسلم عليك. بارك الله فيك. الله يكرمك. حمدي معايا نسيب حمدي. يعني معاك العربيه؟ العربيه. ماشي يا عم. الف الف مبروك. ربنا يعزك.